طيب النهارده الف مبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي، الف الف مبروك الحقيقه. حصول كره السله او على دوري المرتبط بعد الفوز على الاتحاد السكندري. اللي ما اتفرجش على المباراه النهارده، مباراه الاهلي والاتحاد السكندري 69-67، واحده من افضل واكبر واهم المباريات اللي اتلعبت في الفتره الاخيره. قد ايه النادي الاهلي كان رائع، قد ايه كل لعيبه النادي الاهلي كانوا رائعين، قد ايه كان في مدير فني قدر يقود الفريق في ظل بعض الغيابات اللي موجوده. ولكن وعندك فريق الحقيقه، فريق الاتحاد السكندري او بتلاعب فريق الاتحاد السكندري، واحد من افضل واكبر الفرق في القاره الحقيقه، مش في مصر بس. واحد عنده مدير فني رائع، عنده لاعبين رائعين، عنده جمهور رائع، حاجه جميله جدا جدا جدا. ولكن التنافس بمنتهى الشرف وبمنتهى الحياديه داخل الملعب، كل حاجه كانت حلوه النهارده. الحمد لله ربنا كرمنا، الشباب فازوا او المرتبط زي ما حضراتكم عارفين فازوا على مرتبط الاهلي، فازوا على مرتبط الاتحاد السكندري في المباراتين. وبالتالي لو كان ربنا كرمنا، بعد ما ربنا كرمنا وفزنا بالمباراه النهائيه في دوري المرتبط ما بين الرجال الكبار، يعني الاكبر من الشباب الصغيرين، الحقيقه كانت حاجه رائعه جدا جدا جدا. الف الف مبروك لكره السله، الف مبروك للنشاط الرياضي في النادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه، اللي دائما بتلاقيه في ظهر كل اللي موجودين، في ظهر كل الالعاب الرياضيه. انا هفضل اقول كده لغايه يوم 20، لان هذا المجلس هو الذي يستحق. بالمناسبه احنا ما بنجيبش حاجه من عند، لكن هو هنفضل نتكلم عن كل الانجازات اللي بتحصل. طالما بتحصل دلوقتي يبقى لازم نقول ولازم ندي الحق لكل أصحابه، لأنه في النهاية عندنا مجلس إدارة من 4 سنين اشتغل، وصل لغاية أو هيصل إن شاء الله لغاية يوم 26، وهو اليوم المنتظر للجمعية العمومية للنادي الأهلي، تختار من تختاره وتختار من تراه مناسبا إن شاء الله للنادي الأهلي خلال ال4 سنوات القادمة. ولكن فريق محترم، اتعمل فريق جيد جدا، مدير فني على أعلى مستوى، مجموعة من المساعدين على أعلى مستوى، الحقيقة حاجة رائعة جدا.